يُنصر أنتم على لسان الكبريين وبعض الصحفيين أنكم تدعون إلى الإرهاب وتقول الإرهاب نريد منكم رد هذا الاقتراح ليتضح منهج الدعوة السلفية في اليمن وما موقفكم من منهج الثلاثة مسألة الإرهاب إن أرادوا بالتمسك بالكتاب والسنة فنحن نحرص على التمسك بالكتاب والسنة في حدود ما نستطيع، فإذا أرادوا أن من تمسك بالكتاب والسنة نعم مرهف فماذا فهذه تسمية ما أنزل الله بها من سلطان، وإن أرادوا أننا نضمر سوءا للمسلمين فهذا لن يكن، أو أننا نأمر إخواننا بالتفجيرات فنحن أول من ينكر على أصحاب التفجيرات وأول من ينكر على دعاة الثورات والانقلابات، وحكومتنا وفقها الله لكل خير تعلم هذا، أي أن دعوتنا من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة دعوتنا من إصلاح الراعي والرعية، أو دعوتنا إلى إصلاح الراعي والرعية نعم دعوتنا تهتم بالزعيم وبالعام بالرجل وبالمرأة كما هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانت المرأة تسأله ويبقى واقفا معها، وكان أيضا ربما يدخل على الرجل وهو في النزع لا يستفيد منه دنيويا فيدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله كما دعا عمه أبا طالب ودعا الغلام اليهودي، نعم يا غلام قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله ثم قبض أي قضي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، ليست خاصة في المثقفين وليست خاصة في المسؤولين الزعماء وليست خاصة بالتجار، بل هي تشمل نعم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم فماذا وما أرسلناك إلا كافة للناس، فالدعوة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعثت إلى الأحمر والأسود أو بهذا المعنى، فدعوة عامة لجميع الثقلين من جن وإنس من عربي وأعجمي من أبيض وأسود صغير وكبير، وقد نفع الله بهذه الدعوة وهم يعلمون لأن لهم جواسيس أن ليس لدينا مدافع
ولا رشاشات ولا طائرات ولا أيضا غيرها من معدات الحرب يعلمون هذا، ولكنهم يخافون من الإسلام الصحيح، من الإسلام الصحيح، فهم يخافون من دعوة أهل السنة لأنها دعوة صحيحة إلى المنهج الصحيح أعظم مما يخافون من المدافر والرشاشات ومن أيضا الطائرات. نعم، فماذا يا إخواننا؟ ثم بعد ذلك أيضا هناك أمور سياسية. نعم، ربما يبثون الدعاية ضد دعوة الدعاء إلى الله. نحن نريد أن يدعو الناس أو أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة وأن نحذرهم من كل باطل ثم لا يتكلم فينا. لا لا، فاتقوا لنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل لي شاعر، قيل ساحر، وماذا؟ وقيل إنما يعلمه بشر. وهكذا أيضا تكلموا فيه. ماذا يا إخواننا؟ فلسنا نتوقع أن تنتشر الدعوة في جميع البلاد الإسلامية ثم لا يتكلمون فينا. أما دعوة أسامة بن لادن فقد تبرأنا منها من زمن قديم. رجل ليس بموفق في زمن الوحدة، كان يريد إشعال نعم أو في زمن حرب الخليج إشعال الفتن في اليمن، حتى أخرجنا شريطا ولحمد الله تفرق أصحابه. وماذا يا إخوان؟ نصحنا رسوله إذا كانوا محبين للخير، لأنه هو أصل من حضرموت، أن يعمد إلى حضرموت ويبني المعاهد. وماذا؟ ويساعد طلبة العلم ويزوي طلبة العلم والداعي إلى الله. أبا إذا قلت له نريد مسجدا ما عندنا إمكانيات، إذا قلت له نريد مدابر رشاشات خذ مطلوبة، مدابر رشاشات خذ مطلوبة. فبحمد الله تبرأنا منه من ذلك الوقت. اليمن بلد مسلمة لا تحتاج إلى جماعة الفساد، والشعوب أيضا الإسلامية إسلامية ولو انحرف حكامها لا تحتاج إلى ثورات وانقلابات وسفك دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيضا ماذا يا إخوان؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا لأولئكم المخذولين يا جماعة الفساد ويا أسامة بن لادن. بل عيناكم أبو داود، اذهبوا إلى فلسطين أو اذهبوا إلى أمريكا، افتحوا معنا جبهة لعل الله ينصركم كما نصر الأفغان ودمروا روسيا. فنعم، والناس سيقومون معكم
أنا تقاتلون المسلمين فلا لسنا معكم والله المستعان.